يا سيدي العزيز، انت بتعرف قضية الاعتصام اللي الان في بعض مكاتب الصندوق في الميدان، وبسبب هاي الفئة اللي نتعامل معها وهي فئة الاسر الفقيرة والمحتاجة، تم توجيه كتاب رسمي الى شركة البريد الاردني باعتماد بطاقة الاحوال الشخصية لتسليم المعونات المتكررة لهذا الشهر، بدلا من اعتماد بطاقة المعونة المتكررة اللي تصرف من خلالها كل شهر. بتعرف بدأ صندوق المعونة اعتبار مطلع تموز الحالي تنفيذ المرحلة الأولى من تعديل مقدار المعونة الشهرية المخصصة لأسر المنتفعين وفقا للتعليمات التي بدأ تطبيقها منذ منتصف العام الماضي. باختصار في عام بمنتصف 2012 تم أخذ قرار من زيادة معونة الفرد من 40 إلى 45 دينار، ولكن بسبب في ظل الظروف المادية للصندوق وعدم تمكنه من تنفيذ هذه القرار، تم الحمد لله تنفيذه اعتبار 1/7/2013، يعني الشهر هذا نزل عكشوفات المعونات الزيادات المستحقة للمنتفعين. كلفت هذه العملية الشهر هذا ما يقارب خلال الشهر 3 مليون دينار. باختصار تم زيادة الوسط الفرد من 40 إلى 45 دينار، 3 أفراد 135 دينار، الأربع أفراد فما فوق كانوا بالسابق يتقاضوا 160، الآن 4 أفراد يتقاضوا 180 دينار، لحد الأعلى 180، نعم تم يتجاوز 180 دينار. بالعكس استفاد من القرار هذا، يعني الأسرة 4 أفراد بالسابق كانت تأخذ 160 دينار، القرار الجديد من 1/7 صارت تأخذ 180.